المواصفات وإرشاد الناس للبون الصحيح والفصل بين محل السكن وتخزين الأعلاف وتوفير عربات إطفاء الحرائق والحذر في التعامل مع النار وعدم ترك الأطفال وحدهم في البيوت. وربنا يستر. في ولاية شمال دارفور احتفلت الولاية باليوم العالمي للمرأة. نستمع إلى صوت ناشطة كريمة بليلة عيسى. اليوم بليلة عيسى ولاية شمال دارفور نحن سعيدين الليلة اليوم العالمي للمرأة ونحن في مناطق النزاعات أحرص النساء على هذا اليوم وعلى فعاليات البتين خلال هذا اليوم لأنه اليوم ده موصل لنا نقلة كبيرة جدا جدا. نحن كنساء عايشين في مناطق الحروب ومناطق النزاعات وأكثر شرائح النساء تأثرا بالعوامل العوامل والانتهاكات اللي تحصل أثناء النزاعات منها الاغتصاب منها العنف الجسدي العنف اللفظي. ونحن في طبيعتنا في مناطق دارفور نساء عاملات يعني نتواجد في الحقول نتواجد في المديان نتواجد في المزارع نتواجد في أبار المياه نتواجد مع البهائم عشان كده نحن أكثر عرضة لهذه الانتهاكات وهذا اليوم